أول حاجة كل سنة وانتم طيبين، وبشكر الدكتور عادل على الدعوة الجميلة، وكنت أتمنى إن أنا أكون موجود معاكم، بس والله هي الظروف اللي أنا عندي ماتش يوم 20 هنا في السعودية، ده اللي خلاني إني ما أقدرش أجي وأبقى موجود معاكم. كنت أتمنى إن أنا أبقى موجود معاكم في الاحتفالية الجميلة والحاجة الجميلة اللي الجالية المصرية بتعملها والدكتور عادل بيعملها، إن إحنا بنعمل الحفلة دي سنويا عشان إن إحنا نعمل تجمعات لمستشفى بالريش. أنا أول واحد بسندكم وأول واحد موجود معاكم، وأتمنى إن كل الحاضرين وكل اللي موجودين في الحفلة أو كل الناس اللي بتتكرم في الحفلة، أنا واحد من الناس بدعمهم وهم يدعموني، وندعم كل الجالية وكل الناس اللي موجودة في الحفلة إن هي تدعم مستشفى أبو الريش، إن هي تدعمهم وتتبرع لهم، لأن دي حاجة أنا كإنسان أو كواحد فرد من أفراد هذه الأسرة كلها، أنا حضرت مستشفى أبو الريش وشفت حاجات كتيرة في المستشفى محتاجة دعمنا كلنا، محتاجة دعمي، محتاجة دعم كل الناس اللي بتتكرم، محتاجة كل الناس اللي موجودة في الحفلة إن هي تدعم مستشفى أبو الريش. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يا رب يا رب يكون كل ده خير موجود من عند ربنا سبحانه وتعالى لمستشفى أبو الريش، وبشكركم.